الحكومة تشدد عقوبات الجرائم الإلكترونية وتسمح بمراقبة هواتف المجرمين. النمسا في مؤخرة دول أوروبا الغربية التي تجذب العمال المهارة. تراجع كبير في مستوى توليد الكهرباء الخضراء العام الماضي. فيينا تستخدم رادارات لقياس سرعة السيارات تعمل بالليزر. القبض على مهرب بشر تركي في النمسا بعد كارثة غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكدت الحكومة النمساوية عزمها تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية، كاشفة عن أنها أعدت لائحة بهذا الخصوص. وتضمنت اللائحة أن كل شخص يخترق جهاز كمبيوتر سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بدلاً من 6 أشهر، وزيادة عقوبة الهجمات على البنية التحتية الحيوية ليصل إلى 3 سنوات. وقال وزير الداخلية النمساوي كانا سيكون من الممكن إجراء تحقيق سري من قبل الشرطة الجنائية ومراقبة الهواتف المحمولة أو تعقبها. Das heutige Thema Novelle im Strafgesetz im Bereich Cyberdelikte. Frau Justizministerin, ich darf um Ihr Statement ersuchen. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie gemeinsam mit dem Innenminister hier begrüßen zu dürfen. Wir haben immer wieder schon betont, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und deswegen. أظهر تحليل أجرته منظمة الدول الصناعية OECD أن النمسا ليست في وضع جيد في المنافسة العالمية لاستقطاب العمال المؤهلين مقارنة بدول أوروبا الغربية. وبحسب صحيفة دير شتاندرد، هناك 100 مهنة ضعيفة الحضور، وقد أبلغ مكتب العمل عن أكثر من 100,000 وظيفة شاغرة. وأنشأت المنظمة مؤشراً يقيس مدى جاذبية بلد ما المهاجرين المهارة، وتأتي النمسا في المرتبة 26 من أصل 38 دولة صناعية. وحسب المنظمة يعود ذلك لصعوبة الحصول على التأشيرة أحياناً وعدم قبول المجتمع المهاجرين أحياناً أخرى، إضافة لمستوى الضرائب المرتفع. أدى انخفاض مستوى هطول الأمطار في النمسا العام الماضي إلى تراجع إنتاج الكهرباء من خلال السدود بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق. وقالت شبكة الطاقة النمساوية ABG في بيان أنه بلغ استهلاك الكهرباء في النمسا أكثر من 61 ألف جيجاوات في الساعة العام الماضي. وأضاف البيان كان لموجة الحر المطولة في الصيف الماضي دورا كبيرا، مما اضطرت النمسا لاستيراد الكهرباء من الدول المجاورة عدة مرات. ومن المتوقع أن تواجه النمسا صيفا حارا وجافا هذا العام حسب آخر تقييم لخبراء الطقس. أعلنت شرطة المرور في فيينا أنها نجحت بتحويل 19 جهاز رادار ثابت من أصل 21 إلى تقنية تعمل بالليزر، وذلك لضبط حالات تجاوز السرعة بشكل أفضل. وبدأت شرطة فيينا في عام 2021 بتجهيز أول أجهزة الرادار الثابتة التي تعمل بتقنية الليزر. وميزة هذه التكنولوجيا الجديدة هي سرعتها في التقاط الصورة الصحيحة والواضحة، وتبلغ تكلفة كل صندوق رادار تم تحويله إلى تقنية الليزر حوالي 70,000 يورو. ألقت الشرطة النمساوية القبض على تركي متهما بتهريب البشر تورطوا في واقعة غرق قارب قبالة ساحل جنوب إيطاليا، أسفر عن مقتل 72 شخصا على الأقل. وأعلنت الشرطة الإيطالية أن المشتبه به اعتقل في النمسا الثلاثاء بعد أن تمكن من الفرار من موقع الكارثة يوم 26 من فبراير. وألقت الشرطة القبض على 3 آخرين وهم تركي وباكستانيين بعد غرق القارب مباشرا. وأشار ناجون إلى وجود مهرب آخر سوري الجنسية نجح بالفرار. وأبحر القارب مع 180 مهاجرا في 22 من فبراير من تركيا، وغرق عندما اصطدم بالصخور بعد ذلك بـ5 أيام.
ويبقى البحر أحيانا حاجزا بين تحرر العديد من قيود العبودية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا فاطمة لاونسكي، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.